لكم بالنسبة للوصفة ديال اليوم اللي هي لاكلاس بجوج ديال الوصف ديال المكونات اللي شفتوا معايا. غادي نحتاجوا هنا 250 غرام ديال الوافل. انتم غادي تاخذوا باكي ديال الوافل العادي الباستا، غادي تعبروا 250 غرام. عندي هنا 250 مليلتر ديال الحليب، يعني ربع عطرو ديال الحليب يكون بارد. وهنا جوج حتى ثلاثة المعالق كبار ديال السكر. السكر كيبقى دائما على حسب الطوق. نبداو على بركة الله. مع المقادير خليت واحد المكون اللي هو مفاجأة اللي كيعطي مذاق رائع لهاد الكلاص. تابعوا الفيديو الأخير باش تعرفوا عليه. كنعبرو هنا 250 مليلتر ديال الحليب. أنا عندي هنا نص سيترو، نديرو 250 مليلتر. غادي نزيد السكر على حسب الطوق، غادي ندير واحد جوج معالق ديال السكر، وغادي نزيد الباستا. غادي نخلط الوافل والحليب، وغادي نطحنهم مزيان ونطلقه. كما شفتوا معايا كنطحنو حتى كيتقال، كيولي بحال الشكل ديال المايونيز في التقالة ديالو. كنطفي عليه هل سميتو الخليط ديالنا منين تخلط. دابا غادي نزيد ليه المكون الثالث اللي كيزيد ليه بدنا لا توصف، هذا فلون كريم كراميل اللي بغيتو نتوما. انا ما كنديرش اشهار ديال حتى شي ماركه، ممكن تستخدموا اي نوع بغيتو، المهم يكون ديال الكراميل. صافي غادي نعاود نطحنو مره اخرى حتى كينسجموا مع بعضياتهم ونطلقاو. صافي غادي نعاود نطحن مع هاد الوقت. وهلا كلاص ديالنا قرب يوجد القوام ديالو. كيفاش كيولي؟ كيولي عاقد بحال شي كريمه مطربه. صافي كناخدو شي علبه اللي غادي تدخل الثلاجه او الفريكو. انا خديت هادي، كانت عندي فيها لا كلاص وخوات، غادي ندير فيها نيت لا كلاص اللي وجدت معكم. شوفوا القوام ديالو كي داير، والمذاق ولا اروع ولا اروع. تيقول الا جربتوه ان شاء الله غد ما غاديش تندموا، وغادي يعجب وليداتكم بزاف. كيجي المذاق ديالو البنات بحال تيتون، بحال ماشي كلاص واعر، غزال غزال. وانتم شفتوا المكونات، يعني من ابسط ما يكون. نتمنى تجربوه. بقى لي غير ندخلو دابا الفريكو يبرد مزيان واحد 6 ديال السوايع. ساعة كنجبدو ال لاكلاص ديالنا، تشوفو راه بدا كيقصح. كنخلطوه، كنخلطوه بالمعلقة أو بأي حاجة عندنا، نحاولو نخلطو. هاد العملية هادي كنعاودوها على راس كل ساعة لمدة 6 ديال السوايع باش كيعطينا داك القوام ديال لاكلاص. نعاود نضربو بحال هكا شوية ونخلطو، ونعاود نسدو ونرجعو للتلاجة. المرة الثانية من بعد ساعة، هانتوما كتشوفو راه بدا يجمد. كنخلطو ديك البلاصة اللي بردات مع البلاصة اللي دارت مع الجناب. الا قدرتو بالمعلقه غادي ديروها بالمعلقه، الا ما قدرتوش بالمعلقه بحال هي غادي ديرو نخلطوها حتى كيولي القوام ديالها كريمي بهذا الشكل هذا.
صافي غادي نحاولوا نبقى الضوء. لا غلاس ديالنا ومن بعد كنعاودوا ندخلوه للفريغو مده ساعه. نكرروا هذه العمليه اربعه الخطرات. على كلاص ديالنا واجد نحلو عليه يجي كريمي بهذا الشكل هذا. نتمنى تجربوه لانه فعلا يستحق التجربه وتبرعوا به وليداتكم. ينافس الكلاص ديال المحلات الكبرى جربوه ان شاء الله ما غاديش تندموا. الشكل ديالو كيفاش كيجي والمذاق ما نعاودش لكم. بالصحه والراحه والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.